فير بلاي اكيد منذ يومين اختتم الميركاتو في تونس. عدد الصفقات اللي صارت تقريبا في اليوم الاخير، تقريبا اهم صفقة او من بين اهم الصفقات عودة اللاعب الدولي السابق شادي الهمامي للسي اس اس. شادي اكيد عودة خلفت شوية جدل كالعادة، بوليميك بين الموافق وبين الرافض بسبب يمكن تقدم شوية شادي في العمر 33 عام تقريبا. شادي عمل جولة في برشا بطولات خارجية، تألق تقريبا في الكويت الكويتي ايضا مع المنتخب. شادي عمل مسيرة محترمة ايضا قبل مع السي اس اس، ايضا كان من ابرز الملاعبية في السي اس اس. حكينا مع شادي الهمامي في هذا التصريح الخاص الاول ليه تقريبا منذ عودته للسي اس اس حول عدد النقاط هذه والعودة هذه وكيفاش تمت. شادي الهمامي يحكي في ميكرو اكسبريس اف ام. شادي الهمامي تجربة جديدة ومتجددة مع السي اس اس، ظهر لي كما نقولوا وكذاك وكذاك، عملت دورة منكم في اسيا شوية وبعد رجعت الفريق. صحيح الحمد لله، يعني جاتني فرصة جديدة باش نكون موجود في النادي الصغير من أول جديد. بطبيعة النادي هذي واللي كبرني واللي تربيت فيه واللي تعلمت فيه كل شيء الحمد لله، يعني إن شاء الله التجربة هذه من جديد تكون تجربة المدح لي أنا وللنادي إن شاء الله. مفاجأة شوية شادية والله، هذه الكورة كهو الحمد لله، يعني أنا فرحان برشا صراحة. نهار في كلمة الإدارة وحكينا على الموضوع بتاع إني نرجع للنادي فرحت برشا، معناتها ما خممتش برشا في نهارين، معناتها تمامنا كل شيء. احكي لنا كيف صار الكونتاكت، كيفاش كانت الامور؟ والله ديجا كما كنت نحكي لك، معناتها اتصل بي سي معز، حكينا شويه تكلمنا عن النادي، قال لي شادي قادر تحبش ترجع معنا وانا بزوان عطيتك تكون معنا في الكلوب. قلت بالعكس حاجه تفرحني ونحب نكون موجود، يعني معناتها الجروب نعرفه فرش فيه فما دي بون زيليمون علاش لا نجم نكون حتى انا في الجروب هذا نقدم البلوس. شنو الاهداف اللي حطيتوها شادي مع بعضكم؟ بالطبيعة الأهداف اللي معروفة اللي نادي الصفاقسي اللي هو فريق ينافس على الألقاب المحلية، وخاصة السنة هذه عن الشامبيونز ليج لقب بعدنا عليها برشا، وتعرف أنت في السنوات الأخيرة يعني الصفاقسي نادي الصفاقسي تعب شوية، تعب شوية على الألقاب، معناتها قلنا على أساسنا باقي انترناسيونال، معناتها ما تعرف السيزون تلعب بريسك على 6 شهور تكون ثم ضغط كبير على الفريق. قلت اوكي ما انا نشوف الشيء هذا يساعدني ونحب نكون موجود في السي اس اس من اول جديد. اش قالك فما برشا كلام تاع شادي كبير ما عادش يقدم الاضافه للسي اس اس، شنو رايك في الكلام هذا يا شادي؟ والله بالنسبه لي انا معناتها ما نسمعش برشا البر، كنت موجود في الجروب عملت حتى التيست فيزيك في تروازور بريسك لي بيرفورمانس ماهمش وعاد تقريبا على لي بيرفورمانس اللي كانوا قبل، وما نتصورش انا بالنسبه لي انا نشوف روحي الحابس وقادر اني نكون موجود في الفريق ونعطي لي ان شاء الله. وقتاش ان شاء الله؟ وقتاش نشوفوك ان شاء الله مع ليكيب؟ وقتاش تكون حاضر فيزيكمون وكل شيء ان شاء الله؟ ديجا تو موجود مع الجروب نترن عادي، جوست عندي صباح ديما عندي سيونس دو بلوس باش نحاول نصغر تخاف البيتو بوسيبل ان شاء الله قريب معناتها ديجا انا على 70-80% من الجاهزيه ان شاء الله. غدوه لا صعيبه مع المستير؟ طيب لا طيب غدوه ديجا انا عندي غدوه نعمل سيمان مع الجروب ان شاء الله البيتو بوسيبل ان شاء الله، على الاقل نقول تكون موجود في الشامبيونز ليج الماتش الجاي. الشامبيونز ليج ما نخلصش اللي ناخذ في ليبول ان شاء الله. اوكي حتى كاليفيكاسيون مازلت معنا. خويا بالتوفيق، عاش كان تحب نخليك كلمه ببليك سي اس اس. بالطبيعه نحب نشكر برشا من جمهور سي اس اس اللي كان ديما معايا من قبل مش كان من تو الصراحه، ونعرف اللي الجمهور هذا يحب النادي ويحب الناس اللي تقدم اضافه للنادي، ان شاء الله نكون انا من الناس هذوما وان شاء الله نفرحوه في السيزون ان شاء الله اللي هي باش تكون فيها معناتها القاب وتكون فيها نادي الصفاقسي يرجع يعني من جديد للبوديوم ان شاء الله. يعطيك الصحه شادي وبالتوفيق. ميرسي سماش باي باي. دونك كان هذا لاعب السي اس اس شادي الهمامي اللي حكى في عديد المواضيع الخاصه بعودته للنادي الصفاقسي من جديد. اكيد لو كان فاتو تصريح تنجموا تلقاوه بعد شويه في الفيديو على الباج نتاعنا اكسبريس اف ام والا اكسبريس سبور. بعد شويه باش يكون معنا الكوتش السابق للاتحاد بن قردان رمزي جرمود، اكيد استقالته من تدريب اتحاد بن قردان خلفت عديد التساؤلات عديد النقاط حول بعض التدخل في الاختيارات الفنيه نتاعو من قبل وزير الجريه رئيس الشرفي لاتحاد بن قردان. بعد شويه رمزي جرمود يوضح كل هذه النقاط. موزيكا ثم راجعين.